وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت، دقيق الآن، حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. لذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قيل القلب السليم القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد إلا الله.